السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنعمل وصفات لذيذه وخفيفه والاطفال الصغيرين هيحبوها جدا كمان واكيد الكبار، لان النهارده وصفتنا بقى فيها جبنه وفيها تركي وفيها لحمه وبانيه. طبعا كل الصغيرين بيحبوا البانيه. علشان نعمل الوصفه بتاعتنا اللي هي رول اللحمه البانيه، عايزين بوفتيك ويكون مدقوق كويس، عايزين جبنه تشيدر، يعني عايزينها مش مبشوره، عايزينها تكون قطعه واحده كده علشان نقدر احنا نتحكم في القطع، او بتجيبوها شرايح وهنقطعوها طويل. عايزين تركي مدخن، بيض وبقسماط، عايزين دقيق، ملح وفلفل، بابريكا، بودره ثوم، بودره بصل، معلقه كبيره ماسترد. طيب الوصفه دي علشان نعملها عايزين الآتي. ها، هناخد طبعا البوفتيك، بنشتريه من عند الجزار ونقول له يدقه لنا كويس علشان نقدر نلفه. وهنعوز دلوقتي نعمل الخلطة اللي هندهن بيها البوفتيك من جوه علشان تديله بقى طعم لذيذ جدا كده. هناخد دلوقتي التوابل اللي عندنا، عندنا بودرة الثوم وبودرة البصل والبابريكا والماسترد. البابريكا، وهنحط طبعا شوية ملح وفلفل، شوية ملح هنا وشوية فلفل. وهناخد دلوقتي الماسترد اللي عندنا، تقدروا مع الماسترد لو تحبوا كمان بتقدروا تحطوا معلقة صغيرة من العسل، برضو بتطلع لطيفة جدا. طيب دي الخلطة بتاعتنا اهي، تمام. هناخد دلوقتي البوفتيك اللي عندنا، ناخد الاول التركي والجبنه نقطعهم قبل ما نمسك اللحمه علشان خاطر من الباقي ما يجيش عليه مطرح اللحمه اللي في ايدينا. هنشيل ده من هنا، هنقطع بقى البوفتيك الاسفل ده بالشكل ده كده، ونجيب الجبنة برضو. نقطعها كده، وانا بحبها شويه تكون تخينه عشان كده بقول لكم بلاش شرايح. ليه؟ لان الشرايح يعني ممكن تدوب وما نحسش بيها، بطبقتها كده بتبقى رفيعه، بس لما بتكون تخينه كده بتبقى يعني ألذ كتير الصراحه. طيب توث بيكس طبعا هنعوز خله السنان علشان نقدر نقفل الكلام ده. نفتح البوفتيك اللي احنا دقينه كويس، نحطه كده كله قدامنا. كده اهو تمام. نبتدي بقى دلوقتي ندهن البوفتيك بتاعنا بالخلطة اللي احنا عملناها دي. ناخد بقى من الخلطة كده وندهن كده، يعني كده اهو، مش لازم عليها كلها، هو في جزء واحد بيوصل الطعم. تطلع طعمها لذيذ جدا. وبعدين من الحاجات اللي ممكن تعملوها وتشيلوها في الفريزر، بس بتلفوها كده زي ما احنا هنعملها دلوقتي، وخدوها حطوها في الفريزر بالبيض والبقسماط، ولما بتعوزوا تاكلوا منها بتطلعوها
وبتحطوها بره شويه وبعدين بتقلوها. هناخد دي بقى كده نحط التركي هنا، ممكن كمان نحط كده مش مشكله. ناخد الجبنه نحطها هنا، هي الجبنه دلوقتي اللي مهمه علشان خاطر ما تطلعش وتسيح. نقفل بقى على الرول بتاعنا ونجيب التوث بيكس بس علشان نقفل كده من هنا. اوكي بالشكل ده، ونكرر اللي عملناه لغاية ما نخلص الكمية اللي عندنا كده. وحتة جبنة، لو الجبنة حسيتها طويلة اقطعوها شوية، ما تخلوهاش تبقى باينة من الاطراف يعني. ممكن كمان تجيبوا التوث بيكس كده وتقسموها اتنين وتقفلوا الجناب بالشكل ده كده، اهو شايفين اهي كده، بس نقفلها كده اهي بالشكل ده. طيب دلوقتي انا هاخد بقيه الجبنه والتركي اللي عندنا وهحطهم في بقيه القطع اللي عندنا. خلينا نطلع دلوقتي فاصل، وبنرجع بعد الفاصل بنكمل معاكم بقيه وصفاتنا، فبشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنكمل وصفتنا واللي هي رول اللحمه البفتيك مع الجبنه والتركي. طيب احنا في الفاصل البفتيك بتاعنا مدقوق وحطينا عليه ماسترد مخلوط مع بودره ثوم وبودره بصل وملح وفلفل وبابريكا، دهنا بيها البفتيك من جوه وملح وفلفل طبعا، وحطينا معاهم جوه تركي وجبنه. هناخد دلوقتي قطع البفتيك بتاعتنا دي وهنحطها اول حاجه في الدقيق، طبعا رشيت عليها من بره ملح وفلفل كمان. دلوقتي هنحطها في الدقيق، ومن الدقيق على البيض تقدروا كمان لو تحبوا تتبلوا البيض. طبعا احنا قفلناه بالخلة السنان علشان خاطر ما يفتحش مننا. ناخد بقى دلوقتي القطع بتاعتنا دي من الدقيق للبيض للبقسماط للزيت او للاطباق اللي هنشيلها فيها في الفريزر، لان هي دي المرحلة اللي بقدر اشيل فيها الاكلة بتاعتي دي في الفريزر. بحط له البيض والبقسماط، ودايما لما تيجوا تعملوا كده اعملوا ايه، ايد بنحطها في البيض عادي خالص اهي اللي هي دي، والايد التانية بخليها ناشفة عشان خاطر ما تبقاش الايدين الاتنين اهو يعني. دي كده خلاص مبلولة بسيبها، ببتدي بقى بالايد الناشفة احط هنا البقسماط بتاعي عشان خاطر ما تبقى. طبعا لو حطيت ايدي دلوقتي هنا هتلم كم بقسماط كتير جدا، فدايما خلوا عندكم ايد ناشفة وايد مبلولة. ادي كده ده جاهز. بنقدر كمان مرة نروح على البيض عشان انا عايزة التغليفة تبقى جامدة، ومن البيض نرجع تاني على البقسماط، وكده بقت التغليفة بتاعتي قوية وجامدة وجاهزة لل تحمير، وطبعا جاهزه برضو للشيل في الفريزر. تمام اهي ممتاز كده. ناخدها بقى دي ونحطها كده هنا. درجه الحراره عندي 7 يعني اعلى حاجه عندي 9، بنحطها يا 7 يا 8 ما بنوصلهاش لاعلى حاجه يعني.
طيب دلوقتي احنا هنكمل دول اهو، نرجع تاني شايفين يعني مرتين بحطهم في البيض والبقسماط عشان خاطر تبقى عندي ماسكة نفسها كده والجبنة ما تطلعش. وهو اصلا كمان حتى لو مش هنشيلها في الفريزر يفضل حتى لو هنقليها على طول ان احنا قبل القلي ده نحطها برضو في الفريزر يعني تقريبا نص ساعة، بس نص ساعة وبعدين بالبيض والبقسماط وبعدين نطلعها ونقليها، برضو بتبقى متماسكة اكتر وبيبقى احسن في التحمير. تمام خلاص احنا كده هنعمل التلاتة دول ونخليهم بقى يتحمروا ونروح على وصفتنا التانية. وصفتنا التانية للنهاردة هي مهلبية الفانيلا والشوكولاتة. ازاي هنعمل الوصفة بتاعتنا؟ فيها تلات طبقات. انا عايزين لتر لبن، خمس معالق كبيرة نشا، خمس معالق كبيرة نشا، واتنين معلقة كبيرة كاكاو، اتنين كوب عصير فراولة، اتنين معلقة كبيرة نشا تانيين، وللوش عايزين شوكولاتة بيضاء، نعناع، توت، زي ما انتوا عايزين. اول حاجة هنعملها وعايزين كمان كوباية الا ربع سكر. تمام كوباية الا ربع سكر. طيب اول حاجة هنعملها هناخد الكزرونة بتاعتنا. احسن حاجة ان احنا ناخد اللبن يغلي على النار واخلي شوية هما اللي بدوب فيهم النشا. تمام اهو هحط ده على النار وهدوب النشا اللي عندي خمس معالق كبيرة نشا. اهي بدوبهم هنا، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، ده كل ده زيادة مش عايزينه، خلينا بس كده في الشوية دول. هحط أول حاجة خلاص كده النشا داب، النشا طبعا لازم يدوب في حاجة باردة. هناخد اللبن بتاعنا وهنحطه هنا يغلي، لأن أنا لو حطيت من الأول النشا على النار طول ما أنا واقفة هضطر ان انا اقلبها، بس لما بحطه كده وبخلي النشا اخر حاجه كتير بيفرق في وقت التقليب اللي انا بقف اقلبه. طيب هناخد كمان نجيب كمان كزرونه تانيه، عايزين نعمل كمان زي مش مهلبيه يعني عصير، وهنحط له شويه نشا ونخليه بقى هو طبقه تانيه كده على الوش، بيبقى طعمه كمان جميل قوي. طيب دلوقتي شايفين اهي اللحمه بتاعتنا ابتدت تتحمر اهي زي ما انتم شايفين، شوفوا على درجه حراره 8. طيب دلوقتي احنا هنخلي اللبن بتاعنا هنا ثلاث ارباع الكميه تقريبا على النار، والربع الثاني دوبنا فيه النشا واللحمه بتاعتنا هتتحمر. هنطلع دلوقتي فاصل وهنرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفتنا، بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. ادي رول الفراخ بتاعنا خلص زي ما انتم شايفين اهو، ولا تنتوف الجبنه طلعت منه، شايفين ازاي؟ مهم انكم تقفلوا الجناب، ومهم كمان انكم تعملوها بالبيض وبالبقسماط مرتين مش مره واحده بس، عشان خاطر نمنع تسرب الجبنه السايحه من جوه. طيب دلوقتي احنا عندنا هنا المهلبيه بتاعتنا اهي، خلاص ابتدت تغلي، فهناخد ده لبن لوحده، هنحط له بس السكر، يعني ده دلوقتي لبن وسكر. اوكي خلاص هنحط له دلوقتي اللبن اللي بالنشا اللي عندنا اهو، ونقلب بالراحه بقى خالص علشان ايه ما يكلكعش مننا،
وكده احنا عملنا اول خطوة في المهلبية بتاعتنا. هنا بقى هنحط عصير الفراولة اللي عندنا اهو، هنحط مع عصير الفراولة ده نشا، نحط النشا مع عصير الفراولة ونقلبه. ها نلف ده، هنقلبه بدي وده هنقلبه بدي. نقلب كويس كده. هنا ما عندناش غير بس فراولة ونشا. لو حسيتوا ان الفراولة ما فيهاش سكر كويس حطوا لها شوية سكر معلش. ونرجع تاني هنا نقلب. طيب هنعمل ايه دلوقتي في المهلبية بتاعتنا؟ هناخد المهلبية هنحط نصها في الكوبايات، النص التاني هحط له خلاص هي كده تمام اهي، وسمكها حلو جدا زي ما انتم شايفين اهو. خلاص هناخدها كده هحط نصها في حته والنص التاني في حته تانيه. ها ده كده هنا، وناخد الكوبايات بتاعتنا نحط فيهم اول طبقه بالشكل ده. طيب هناخد الكاكاو اللي عندنا وحسب ما انتوا خلي ده كده لازم نخلي بالنا منه، انا حطاه على نار هاديه. هناخد الكاكاو اللي عندنا ونحطه على المعلقتين بس، يعني معلقتين ممسوحين تمام اهو، هنحطه على النص اللي عندنا. حسيت الكاكاو مش غامق قوي معلش لو حطينا حته كمان اهو، شايفين كده تبقى عندنا مهلبيه شوكولاته. بدخل ده التلاجه وبس، اول ما يبرد بروح حاطه عليه طبقه الشوكولاته اللي عندنا، وبس طبقه الشوكولاته تبرد هحط عليها طبقه الفراوله. يعني دلوقتي هستنى ده في التلاجه يدخل يبرد، برد بحط له طبقه الشوكولاته او العكس، الشوكولاته تحت وهو فوق مش مشكله. فبيبقى عندنا الشكل ده. والطبقه الثالثه هنحطها هتكون طبقه الفراوله. طيب انا الفراوله هخليها على النار، وهنطلع دلوقتي على ضيفتنا للنهارده ساره ونشوف هتعمل لنا ايه. طبعا احنا كل يوم سبت عندنا زياره لبيت شيف او بلوجر او النهارده احنا هنزور ساره وهنشوف هتعمل لنا ايه. فيلا بينا على بيت ساره. اهلا وسهلا بيكم، زي كل يوم سبت النهارده احنا في زياره لبيت شيف، والنهاردة زيارتنا لسارة. سارة يمكن من 10 سنين وهي بتبعت لي دايما على الانستجرام، والنهاردة أنا قلت لازم أجي أشوف وصفاتها عاملة إزاي. فيلا بينا مع بعض علشان خاطر نشوف الوصفات اللي هتعملها لنا سارة. سارة ازيك؟ شايف غابة، ايه اخبارك؟ الحمد لله كله تمام، نوريني. ربنا يخليكي، انا مبسوطه ان انا شفتك. انا مبسوطه اكتر اكتر. مستعديه يلا بينا ورينا هتعملي لنا ايه. ساره شايف غاده، قولي لي انت اكلاتك دايما بسيطه بس طعمها لذيذ. بحب التغيير. انا بشوف صور دايما اكلاتك على الانستجرام بتاعك ساره ان ذا كيتشن. تمام صح كده، ساره ان ذا كيتشن. ساره ان ذا كيتشن هتعملي لنا ايه النهارده؟ هنعمل اول وصفه فتت البتنجان، طريقه سهله وبسيطه جدا وطعمها حلو ان شاء الله هتعجبك قوي. طب ايه المكونات قولي؟ بتنجان متقطع مكعبات ومقلي وعيش مقلي، وممكن ده يبقى نحطه في الفرن برضو لو حد عايزه بطريقه هيلثي. ونفس الكلام العيش ممكن ندهنه بالزيت ونحطه في الفرن، بس احنا عاملينه
مقلي بقى عشان ايه حاجه حرشه خلاص كده شويه. صح. ودي زبادي وعليها مايونيز وسماء وملح وفلفل. قولي لي مثلا قد ايه زبادي وقد ايه مايونيز. حاطين 3 علب زبادي اللي هي الوسط مش الصغيره، ومعلقه كبيره مايونيز. معلقه واحده بس؟ اه معلقه كبيره مليانه. أوكي. عشان تكسر بس طعم الزبادي. وحاطين 4 فصوص ثوم مفروم ومعلقه صغيره سماء وملح وفلفل. ليمون؟ لا مش حاطه ليمون. مش حاطه ليمون. اوكي تمام. طيب بس احنا اول حاجه هنحطها، نحط العيش ونخلي حبه للجارنش كده. سهله قوي بس شكلها لذيذ يعني. اي حاجه خالص. ولما بعملها دايما في رمضان في اي عزومه او اي حاجه هحط الباذنجان عليها. الناس بتعجبها جدا لان هي بسيطه قوي. صح. وفي نفس الوقت احنا وهنحط عليها صوص الزبادي. هو المايونيز في ناس بتعملها بالطحينه. اه انا بحس يعني الطحينه مع الفته الفراخ مع يعني بحس ان هو المايونيز بيكسر طعم الزبادي، بس مش طعم الطحينه ما بتكونش واضحه، بتبقى باينه قوي الطحينه لو مع البتنجان. بحس ان هي الماتشنج مش ايه رايك؟ وتغيير لان البتنجان دايما بيتعامل مع الطحينه زي ما بتقولي. اه حاسه ان هو حاجه جديده. فده تغيير. وسماء معاه برضو جديده يعني حلوه. اه بس وهنجرنش بقى بالبقدونس، وممكن على فكره نجرنش بلحمه مفرومه، ممكن لحمه مفرومه معصجه وسنوبر بقى، وممكن مكسرات ونحط لوز. طيب وشويه كده على الوش. وصفه سريعه وسهله. انت امتى حبيتي الطبخ؟ من زمان يعني. انا حبيت الطبخ على ايدك. اول حد حبيت الطبخ بسببه بالذات البيكنج. يعني انا ما كنتش بعرف اعمل اي حاجه خالص، انا علمت نفسي بنفسي وكنت عايشه على زعفران وفانيلا. حبيبتي ربنا. وتعلمت كل الوصفات كلها منك بالذات البيكنج. يعني انا حبيت الخبز منك، فاكره نان براد؟ ايوه ساره نان براد. كنت اكلمها واقول لها مش بينفخ، عرفت ان هو فلات براد اصلا مش بيتنفخ اصلا. انا كنت اول وصفه بيكنج اجربها. اه بعد كده عرفت ان هو بقى فلات براد اصلا مش بيتنفخ، وانا كنت متضايقه ان هو مش بينفخ. بس انا بحب المطبخ جدا. ايه اكتر مطبخ بتحبيه؟ الهندي. بتحبي الهندي قوي؟ الهندي بعشق التوابل والسبايسز والحاجات الصوصات والشطني والحاجات دي بحب. والبيكنج طبعا، العيش البوري والنان طبعا. أيوة. اول وصفه طبعا. دي اول وصفه عملتيها. اللي هتعملي لنا ايه تاني؟ هنعمل سلطه كينوا بالسمون في مي. واو. هنعمل برضو طبقات كده مانجا بالسافايار، بسكويت سافايار واللي هو ليدي فينجرز، وبصوص كده حلو قوي. طيب يلا بينا. وصفتنا الثانيه هتكون انا بحب الكينوا جدا وبحب السمون في مي جدا. ولنا المكونات برضه. احنا ده جرجير وخس، وخس نوعين كابوتشا ورومين. اوكي. ومعانا بقى ذره، ومعانا ريد كيدني بينز اللي هي الفاصوليا الحمراء، والكينوا مسلوقه زي الرز تمام، اللي هي 1 تو 2 ريشيو، يعني كوبايه كينوا عليها كوبايتين ميه ومعلقه زيت صغيره وملح وفلفل بس. ملح بس مفيش فلفل. قد مده قد ايه؟ بتاخد 15 دقيقه على نار واطيه، تغلي الاول غلوتين، بعد كده 15 دقيقه على نار واطيه، وبعد كده نخليها مقفوله وسيبها 5 دقائق كمان، وبعد كده بالشوكه زي ما بنقلب الكسكسي كده. اوكي تمام. بصل وبصل وثوم فيني وكيبرز وبس. أوكي. كده هنحط كله بقى على بعضه بس. وبعدين تكلمينا عن الدريسنج. انا بحب السلطات الالوان، بحس كده يعني ربنا مدينا حاجات حلوه قوي ان احنا نتمتع بيها واحنا بناكل نتفرج على جمال الالوان. صح. الالوان الطبيعيه، الالوان الطبيعيه بتاعت ربنا، تحسي كده ان الواحد بياكل حاجه فرحانه. مظبوط. احنا نقلبهم بس كده قبل ما نحط السمو. سمو. وتخلي السمو على الوش. اه اوكي. الدريسنج بقى عباره عن ايه؟ الدريسنج عباره عن، انا مش عايزه طعم السمو يضيع، عايزاه يبان مع الحاجات، فانا حطيت بس زيت زيتون او أوكي. زيت عادي وملح وفلفل وليمون. زيت زيتون، ملح وفلفل وليمون. اوكي. وسماء، انا بحب السماء. زيت زيتون بس زيت زيتون وليمون بس كده. أوكي. وملح وفلفل.
وسماق. وسماق بس السماق اوبشنال، انا بحب الحاجات المزه شويه، فالسماق بحبه قوي، بحب بدخله في كل حاجه. انا شايفه بس هو لذيذ. في طبخات كتير بتتعمل بالسماق في بلاد الشام. انا بعشق المطبخ الشامي كمان، يعني بحب الهندي قوي، بعده بقى التركي والشامي. صح كده، خلصت خلاص. حلوين قوي. هنحط عليه بس كده. بسيطه وحلوه بالظبط كده، وهنقلبه بس تقريبا. خلاص حمص سيبيها عشان يبقى شكلها حلو. ايوه عشان نصورها صراحه. يسلموا ايديكي اولا. وعملتي وصفتين حلوين جدا في وقت سريع، وشكلهم بجد لذيذ. دلوقتي هنعمل الوصفه الثالثه. هنعمل الوصفه الحلوه اللي هي طبقات المانجا بالبسكوي اللي هو سافاير ليدي فينجرز. يلا بينا. ايه بقى الوصفه اللي هتعمليها لنا دلوقتي؟ هنعمل طبقات البسكوي بالكريم شانتي والمانجا. طب قولي لنا بقى المكونات كده. هو بسكوي ممكن ليدي فينجر اللي هو سافاير او اي نوع بسكوي بتاع شاي، تمام؟ اوكي. وكريم شانتي مضروب باللبن، لبن ساقع طبعا، والكريم شانتي اللي هو الكريم الباودر. اوكي. ومانجا متقطعه مكعبات صغيره كيوبس كده، وده بس للجارنش المارنج. والمارنج جاهز؟ جاهز. وعصير مانجا. عصير مانجا طبيعي. طبيعي. اوكي طيب. يعني رغم ان المكونات بسيطه قوي، بس شكلها هتطلع حاجه، يعني التركيبه كده حلوه قوي. هي حلوه قوي، وكمان في الصيف الواحد بيبقى مش عايز يعمل حاجات صعبه. صح. عايز حاجه سهله وسريعه في الحر. صح. فدي بتنجز بقى معانا، وممكن بقى الفاكهه على حسب الموسم. مظبوط. احنا هنحط عليها كده عصير المانجا. هي طبعا بعد كده بتخش الثلاجه. اوكي. يعني لازم تقعد وقت شويه، مثلا على الاقل حاجه 4 ساعات، ولو من بالليل تبقى احلى بكتير. يعني هي شبه تيراميسو مانجا بالظبط. ساعات بعملها. وفي حاجه كمان شبهها اسمها ايتون ماس. لا دي مش عارفاها. ايتون ماس برضو بتتعمل بالمرنج والفواكه وكده. هنحط كريمه. هترجعي تعيدي الطبقات. هنعيد الطبقات تاني. هنحط بعد كده الكيوبز المانجا المتقطعه، ممكن كمان بالفراوله وعصير فراوله بدل صح، تبقى حلوه برضه. تبقى حلوه في الشتاء بقى. طب ايه اكتر حاجه بتطبخيها واللي بيدوقها بيقول لك يعني انت اشطر واحده بتعمليها؟ المعجنات. والله بيكن بسببك. انا اتعلمت البيكنج كله منك. والله. والله. طيب الحمد وبقيت لله. على طول بقى بحب الخبز جدا، ورحت سافرت الهند كتير وتعلمت منهم بقى، رحت يعني كذا مره وتعلمت الخبز بتاعهم. خبز بقى البوري والنان والالو باراتا. يلا مره تانية لازم بقى انت تيجي عندنا الاستوديو وتعملي انت الحاجات دي. ان شاء الله. ان شاء الله. هنحط ده مانجا كده، وهنعيد الطبقات تاني. اوكي. هتعيدي الطبقات تاني زي ما هي بالظبط. بالظبط. اوكي. هنحط تاني البسكويت. معلش. عادي، ما يتحط كريمه على الوش. صح. انت عارفه انا قلت بعمل حاجه شبهها بس بالتمر. الله تبقى تحفه. بالبلح. بالبلح الرطب. الرطب. الله تبقى تحفه. بس بيتحط لها مرنج اكتر من كده كتير. مرنج كتير يعني. هنحط في الجنب كده برضه، تبقى حلوه قوي. انا بحب البلح، وما بحب كمان اي حاجه فيها حبهان. والله. الهيل قوي الحبهان. هنحط الاول عصير المانجا. دي بقى الولاد الصغيرين بيحبوها قوي. اكيد بيحبوا المانجا قوي. يعني اذا انا كبيره وشايفاها ومش مصدقه امتى تخلصي عشان ناكل منها. هناكل دلوقتي كل. اخدتي كورسات ولا بس؟ لا ما اخدتش كورسات، انا سيلف توت يعني. بعلم نفسي بنفسي كده. هو الموضوع بيبقى فيه نفس وموهبه. بس مامي طبعا اتعلمت منها كتير قوي، مامي وخالاتي يعني كلهم بيحبوا
المطبخ المطبخ جدا، وكل واحد ليه التيست بتاعه. يعني في يعني خاله من خالاتي مثلا بروفيشنال سي فود، اوكي الاكل سي فود كله، هي اشطر واحده، اشطر واحده بتعمل اكل فظيع بقى. وانت بقالك كتير، انت انستغرام وفيسبوك ولا بس انستغرام؟ لا كان الاول فيسبوك بس كان على قد صحابي كده، وبعد كده عملت بقى الانستغرام خليته بابليك بيج اللي هو صار عند كيتشن. قد ايه عندك؟ بقالي عندي قد ايه؟ قد ايه فولورز؟ فولورز عندي 16,500. انا بادئه في شهر يناير اللي فات. بس لقيت الناس كلها مشجعاني جدا، والناس كلها بقت تطبق وصفاتي، بتبسط قوي زي ما كنت بعمل طبعا وصفاتك طبعا وابعت لك واكلمك حبيبتي. لقيت الناس والله يعني انت قدوتي حبيبتي، ربنا يخليكي. وهنحط عليها بقى الكيوبز المانجا تاني، مجهزه واحده. والمرنج، والمرنج هنخلي بقى كده المرنج اوبشنال، يعني اللي عايز يحط. لا حلوه فكرته، انا بحبه قوي. انا حبيت فكره، انا ما بحبوش بجد. لا ما بحبوش، بس يعني عارفه ان تركيبته حلوه مع اللي انت عاملاه ده. كلها مانجا مانجا مانجا. بس انا مش ممكن اخد واحده واكلها بجد، بس تبقى حلوه في الاكل كده. ما عنديش مشكله اكل. احنا هنكسرها كده بطريقه يعني تبقى شكلها تبقى حتت صغيره. يعني صراحه شكله طبق مشهي جدا زياده عن اللزوم. ربنا يخليكي والله من بعد ما عندكم. ربنا يخليكي ساره، بجد انبسطنا جدا. انا انبسطت جدا جدا النهارده معاكي قوي قوي بجد، يعني نورتيني ومبسوطه جدا، حلمي اتحقق. حبيبه قلبي بجد ميرسي قوي على الاطباق اللي عملتيها واطباق سريعه عجبتك الوصفات جدا جدا، وحبيت ان انت محضره كل حاجه من الاول، عامله الميزان بلاس زي ما بنقول، والحاجات كلها طالعه مظبوطه وحلوه وسريعه، وعملت لنا في وقت قياسي 3 وصفات. ربنا يخليك بجد ميرسي، وانا مبسوطه جدا اني اتعرفت عليكي. انا مبسوطه قوي، ان شاء الله اشوفك تاني اكيد كتير. ان شاء الله يا حبيبتي نشوفك على خير ان شاء الله. شكرا ليكي. شكرا ليكي. باي باي. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا للاستوديوهات بعد ما شفنا وصفه ساره، وبتمنى انكم تكونوا حبيتوا الوصفات زي ما انا حبيتها. وكده لما احنا خلصنا الوصفات كمان بتاعتنا النهارده اللي هي مهلبيه الفانيلا والشوكولاته، وكمان عليها فراوله من فوق، حطيت لها شويه شوكولاته بيضه كده، وعملنا كمان رول البوفتيك المحشي من جوه بالماسترد، والماسترد حطينا عليه بصل، بودره ثوم، بودره بصل وبابريكا، ملح وفلفل، ودهننا بيها البوفتيك، وحطينا جبنه وتركي، وقفلنا عليها كويس جدا بالبيض والبقسماط، مرتين بيض وبقسماط، وزي ما انتم شايفين ولا جبنه طلعت خالص من جوه الرول بتاعنا. الوصفات بتاعتنا هتنزل على صفحه البرنامج زعفران وفانيلا على الفيسبوك كمان شويه، واللي ما لحقش يشوف الحلقه من اولها بيقدر يشوفها في الاعاده الساعه 8 بالليل والساعه 8 الصبح. شكرا لمتابعتكم، وبنشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده ووصفات جديده وافكار جديده باذن الله. باي باي.